فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إن زوجها يدعوها للجماع ولكنها لا تستجيب له لعدم رغبتها هي في ذلك، فتنصحه بالصيام، فهل يجوز لها هذا الأمر وهذا الامتناع؟ لا، هذا نشوز، هذا نشوز، وهذه معصية تعاقب عليها، وجاء الوعيد على من طلبها زوجها وأبت، أن هذا من النشوز والعصيان، لا يجوز لها ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.